السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة إخبار الوادي في فيديو جديد. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهات القناة، أتمنى منك الاشتراك بالقناة وتشغيل جرس القناة، ولا تنسى الضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لكي نستمر إن شاء الله بنشر كل ما هو جديد. نشرت شركة بانا فيلم المنتجة لمسلسل وادي الذئاب بيان هام يوم الاثنين الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها يتعلق بمسلسل وادي الذئاب، حيث حمل هذا البيان عدة دلالات. وقد ذكرت الشركة في بيانها ما يلي: لقد رأينا أن بعض وسائل الإعلام قد أصدرت تقارير مضاربة بأن سلسلة وادي الذئاب التي أنتجتها شركة بانا فيلم قد توصلت إلى اتفاق مع منصة رقمية، ولكن هذه الأخبار لا تعكس الحقيقة. كما أن شركة بانا فيلم تدرك كم يريد جمهورنا الكرام الذي لم يتركنا لسنوات عودة مسلسل وادي الذئاب، لذلك في حال حدوث أي تطورات فيما يتعلق بمسلسل وادي الذئاب سوف يتم إصدار جميع الإعلانات من حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، كما نطالب أن يتم تجاهل أي تصريحات أخرى وأولئك الذين يدلون بها. فكل الاحترام لجمهورنا. حيث حمل هذا البيان عدة دلالات، وهي أولا أن شركة بانا فيلم نفت بشكل قاطع أن يكون هناك اتفاق مع أي قنوات أو منصات مثل موقع فينيكس حول إمكانية عرض مسلسل وادي الذئاب. ثانيا أن هذا البيان يؤكد على صحة تأجيل عرض مسلسل وادي الذئاب الموسم 11. ثالثا أن شركة بانا فيلم أكدت أن مسلسل وادي الذئاب لم ينتهي، وأنها تدرك كم يريد الجمهور عودة مسلسل وادي الذئاب، وليس كما أعلنت الكثير من المواقع والصحف التركية خبر انتهاء مسلسل وادي الذئاب. وسوف نقوم إن شاء الله بنشر كل ما هو جديد. وفي الختام أرجو منكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء في فيديو جديد، دمتم سالمين. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة.